ويستفاد من هذا من قوله عليه الصلاة والسلام هل كان فيها واثن من أوثان الجاهلية يؤبد، يستفاد منها أن الحكم على نوعين، حكم معلق باعتقاد وحكم معلق بوصف. فأما الحكم المعلق بالاعتقاد الذي هو النية فدليله قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين إنما الأعمال بالنية، وأما الحكم المرتب أو المعلق على وصف فإنه يوجد بوجود هذا الوصف وينتفي بانتفاء هذا الوصف دون التعلق بالنية. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا علق الحكم بوصف، ما هو هذا الوصف؟ هل كان فيها واثن من أوثان الجاهلية يعبد، ولم يقل ما نيتك. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الحديث الوارد عند أبي داود وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم حكم علق بوصف، وهو التشبه، متى ما وجد التشبه وقع الإنسان في المحظور. لو قال إني لا أريد أن أتشبه بهم نقول هذا حكم معلق بوصف، فإذا أضفت إلى هذا الوصف النية في التشبه بهم فهو أعظم حرمة. لو أتانا آت وقال لو كان هذا الناذر نيته طيبة وحسن لا يريد أن يتشبه بالكفار ولا أن يقصد هذا الموضع لكونه كان متعبدا لأهل الجاهلية، أيجوز له؟ لا يجوز. ما العلة؟ لأنه حكم معلق بوصف.